الفل على جمهور جماهير النادي الاهلي العظيمه، مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. حلقه جديده من برنامجكم حصاد الابطال اللي كل يوم جمعه بيكون معاكم من 7 ل 9. النهارده معانا ابطال كبار جدا، معانا بطلتين كسبوا بطوله البلاك بول في الفقره الاولى، معانا بطلتين كسبوا بطوله البلاك بول، نجمتنا ندى ايهاب ونجمتنا حبيبه حسام، اول وتاني بطوله بلاك بول. اكيد عايزين نتكلم معاهم ونتكلم معاهم عن مشوارهم في بطوله بلاك بول ومشاورهم بعد كده ان شاء الله باذن الله لغايه ما يوصلوا لاول 10 في العالم. انتوا عارفين ان احنا الحمد لله مسيطرين تقريبا على بطولات الاسكواش رجال وسيدات في العالم. في الفقره الثانيه معانا الكابتن محمد متولي نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد، والنهارده هو مساعد مدير قطاع كرة اليد بالنادي الأهلي، عشان نتكلم للناشئين، عشان نتكلم عليه على آخر تطورات كرة اليد في الناشئين واللي احنا محتاجينه يطلع لفوق واللعيبة وكل الحاجات دي. هنتكلم على قطاع كرة اليد، لأن قطاع كرة اليد بالنسبة لجماهير النادي الأهلي شيء مهم جدا، عايزين يطمنوا السنين اللي جاية من النهارده لغايه السنين اللي جاية وضع الناشئين عندنا إيه ونتكلم معاه. أكيد قبل ما أبدأ الحلقة النهارده حابب أشكر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. ليه؟ لأن احنا في برنامجنا هنا كنا مستضيفين إبراهيم حمدتو مع كابتن هنا جودة، وكابتن إبراهيم حمدتو طلب مقابلة الكابتن محمود الخطيب على يقابله في النادي، لأن هو كان أمنيته أن يقابل كابتن محمود الخطيب. أكيد كابتن محمود الخطيب لبى الدعوة وإدى ميعاد لكابتن إبراهيم حمدتو وقابله في النادي. بجد اللقاء انا كنت موجود، اللقاء كان حاجه جميله جدا بين رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب مع نجمنا الكبير العالمي الاولمبي كابتن ابراهيم حمدتو. الكلام دار عنهم حاجات كتيره جدا، دار بين كابتن محمود الخطيب وكابتن ابراهيم حمدتو البطولات والاصرار والتحدي اللي هو بيعمله. كابتن محمود الخطيب كان بيتكلم على قوه اصرار كابتن ابراهيم حمدتو عن ان هو بيلعب تنس طاوله والقصه بتاعته والملهمه لكل الناس. بجد قصه ملهمه جدا 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 كابتن ابراهيم حمدتو، واكيد كابتن محمود الخطيب اهداه اغلى حاجه في النادي الاهلي هو تيشيرت النادي الاهلي ومضاله عليه باسم كابتن محمود الخطيب، واكيد دي امضه عزيزه جدا جدا. كابتن ابراهيم حمدتو بعد اللقاء شكر جدا جدا واثنى على تواجده داخل النادي الاهلي، وكان فرحان وسعيد جدا ان هو اهلاوي الاصل، اهلاوي واهلاوي قوي جدا، والناس حتى في النادي الاهلي قابلوه مقابله كل اعضاء النادي الاهلي بصراحه شديده. انا كنت سعيد، المقابله فوق الرائعه، مقابله جميله، مقابله الناس نفسها فرحانه بكابتن ابراهيم حمدتو. بس لازم نشكر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، فدي حاجه مهمه جدا بنشكره، وده هدفنا من البرنامج.